بفعاليات الاستكشافات في حقول نينوى اللي هي القيارة، نجمة، قصب، جاوان، ساسان. هذه الفعالية هي أولى كبرى الفعاليات لوزارة النفط في محافظة نينوى، اللي من خلالها تبدأ الفعاليات الأخرى لتطوير الصناعة النفطية، ومن ثم الاستفادة من الخزين النفطي والغاز في المحافظة لغرض تهيئة الظروف المناسبة والملائمة للشركات المنتجة حتى تمارس عملها بشكل دقيق. التراكيب التي تحتوي هذه المحافظة تراكيب تحتوي على النفط والغاز المصاحب والغاز الحر. الغاز المصاحب بدرجة كبيرة يتوفر في حقول هذه المحافظة، والتي نحن بصدد استكشافها وبصدد تطوير هذه الحقول. تم بحث هذا اليوم إمكانية البدء بالعمل في حقلي نجمة وقيارة المحالة إلى شركة أجنبية لغرض التطوير، وكذلك الحقول التي في خطتنا كشركة شافات نفطية البدء باستكشافها وتطويرها مستقبلا، اللي هي من ضمن أولوياتنا حقول نجمة وقيار، حقول قصب وجوان، وحقل علان وساسان. هذه الحقول صراحة تحتوي على كميات من النفط والغاز المصاحب والغاز الحر. الحقول هذه إذا تم العمل بها إن شاء الله ستوفر فرص عمل كثيرة جدا لهذه المحافظة، وعمل شركة شافات النفطية كما ذكر السيد المحافظ هو البداية لعمل باقي الشركات، هو البداية لعمل شركات الاستخراج وشركات المنشآت السطحية وغيرها من الشركات الأخرى، شركات الحفر.